مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوك تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من طريق الرابط ما بين القارة بن سينا. الصورة امامكم طريق شبه فارغة على بعد اقل من 20 دقيقة من مائدة الافطار. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب الطريق الرابط ما بين القارة في اتجاه بن سليمان. طريق شبه فارغة على بعد بالضبط ربع ساعة من مائدة الافطار. الصورة امامكم عن التعليق مشاهدينا الكرام. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من الطريق الرابط ما بين القارة بن سليمان. كيف ما كتشوفوا معايا الطريق شبه فارغ مشاهدينا الكرام، إلا بعد السيارات القليلة جدا على بعد أقل من ربع ساعة من مائدة الإفطار. الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، طريق الرابط ما بين قارة في اتجاه بن سليمان شبه فارغة على بعد دقائق قليلة من الإفطار. صحة فطوركم مشاهدينا الكرام، يوم تاني من رمضان. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تي في،
قال لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله، ألتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله، أنا معكم نقل مباشر من قلب الطريق الرابط ما بين القارة اتجاه بن سليمان، أجواء عادية جدا، طريق شبه فارغة على بعد دقائق قليلة من الإفطار. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.